كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%. وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022، حيث صدرت مصر الوقود المعدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 766 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 328 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216 مليون دولار، ومنتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122 مليون دولار. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 126 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 8 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 10 ملايين دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%. من مصر، محمد الجباس.